برسابك قبل كهود عيالي حسين عدن أيامان تهوتل منصور مقالة هرقيسة هارما الشرفيد ميقام كيدو سرية وسميي برسابك حوين كعوصوب إردوان مدحوينها كموريدة سوماري لن مدن موسى بيح عبدي أصو مقعابي قبل كأودل محمد علي عبد الله الدنبيل مناسبة دان هارما الشرفيد كهيد أو هاي ميسي بلان لوسوا قاسمي أيا وحكا سوقايب غالي مسولين أي كمبيدة هايين وسيرك وسارد كاشاندقة سوماري لن أيا وسيرك حوين كوسارد هولها قود نولك أيا قريينتا حلي بانو سياسيين إيه مرتي شرف كلا دوان مسؤولين تي كلا دوانا مداشا سيكسو قايب غلاي أيام مدحوينها كمريدة سومالان وغم محادنا قاي مغا عابيس دا برساب كحوينكا عصوب إيه ودوانو سو مغا عابي كوبل كا أوضل إسلام مركاسينا برساب كحوينكا سي عصوب محمد علي عبد الله الدنبي لياه وغرتي يي إنو حيل كاسي بلادن إيه لو إغمدا وكو أسطورو وحنو محادنا قايا إله الرحمن كا إن بدقب هالكن سكوو كايا كيني يقال الشرف تاس أو سميي قدومية قبل كهود مركو ودي لا هيبة مهلة والله بعضنا وحنو مهلنا غينا قدوميها ما أنت باشي سكو كيني أولي بكو شرفي برساب كحيين كقبل كأوضل مقعابستي مركو كلا وحنو مهلنا غينا مدحوينها جمهورية الصومالي لان وضانا ميس موسى بيحي عبدي مقعابستا ومقعابي قدومي كحيين كقبل كأوضل إنن كادن يرضى يا قويان كا وحلينا هاي مدحويني آدي آد بعضو مهات سنتهاي بيشونا ويكو هاي ساو حدو قبطي وحن كلي هلكن مرت قلن تو واحد هيد برساب كحيين كقبل كأوضل ووسمي معصومد برساب كقبل كهود هود مركا وحلينا هاي وأنا مهد علينا إنه رتب برساب كقبل كهود قدرت إيو مرتشرف ماشي سوق هني مرك الله بعدنا وحنا دعينا إنه برساب كحجين كقبل كأوضل لصوب مجابي مدحوينا هنا وحنا لنا هاي وما هتصنت هاي وحنا ما هدنا غينا قدومي قبل كهود وما تيسوق هني تقيدي دلنا دي أقوي عنك بس عيسى كجوفت مجال ده هرجيسة تاسو كم موسى قدرت قدومي كحجين كقبل كأوضل لو مجابي نیکه سودی که ادبانو کم هدنا کن ناو قدمی که این که عصب قبل که آورد الله حنولی آن های همبلیو مگعابی دوم دحیونو مگعابی قدمی که این که نورم هدنا کن ناو حن کلون حاکن رو مهدنا مسکن مدحونها جمهوری سومالیان مصبیح عبد الحدید اشنال نو مگعابی قدمی که این که برس ساب که قبل که آورد تاس نو حنولی آن های ایله حلقه و حلقه لقوم مگعابی الله کوست و مهدنا مرک خوبت و حنولی مهد علی ناب برساب قبل كهود مدن عيلي ونقوم ارتقى لأن ترنت حفلة ده ما موس كي برساب كحيين كقبل كأوضل بدو ولا مقعابي وعن كرون وما حد نقينا مدحوينها جمهورية الصومال لما دنا موسى بيح عبدي ورنت نقوم موسى عيل كان أدنى نقوم هذا عيلنا إنه أول إله يبقى محلة حرم هذا عيلنا إله وين سكو كين كنا ما أنت هنا نحن كنكو سكنانو مرة بعد حنصور وين إنه برساب كحيين كعصوب قبل كهودل محمد علي عبد الله الدنبيل آدي يدبن لنا سودو كسودو سحد السياسة دا مرلا ودون دعينا يا يوحيل كاب لارن الودي بي إن الله كوا أسطرو الله كوا أسطرو إن مدحينا قرن كجمهور السومال لنا ونقول ما دعينا هنا إن برسب كحين قبل كهودل ونوم مجا عابي بيش آد بيكاج ما دعينا سام مدن مدحينا وعنا كنا دعوة ما دعينا يا قدومية ها قبل كهود oo gartay inuu maamuso soo dhaweeyo u soo riyeeyo gudoomiye ku xigeenka cusub ee gobolka awda loo soo magacaabay gudoomiyaad baad ugu mahadsantahay intaas ka dib waxaan aad soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub gudoomiye ku xigeenka cusub ee gobolka awda oo runtii ah nin dhalinyar waxaan ilaahay uga rajaynaynaa xilkaas iyo mas'uuliyadda uu qaaday ee uu heeriyada uu guudkiisa sunday inuu ilaahay mas'uuliyaddaas ku asturo xilka uu xasarad iyo xajiib badan yahay waxaan rajaynayaa inuu dulqaad kaga tahamul kaga yeesho insha Allah taala dadka deegaanada gobolada awdal iyo salal ee uu ku matalayna waxaan rajaynaynaa iyo dhamaan dadka reer awdal masuuliyadasi loo qartay inuu ilaahay ku asturaan u rajaynaynaa waxa kale oo halkan aad uga ducaynayaa ee gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka awdal isagana waxaan leeyahay ilaahay halkaas iyo halka sareysa gaarsiyo intaas ka dib waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland soo umaamaday gudoomiye ku xigeenka cusub isagana waxaan leeyahay madaxweynaha aad iyo aad baa maasan tahay awna ilaahay baa mahad leh
اسكو كيني كوبتن ان مانتا سوارينو مارك لينو عفان دي عقلي بقبنا ان واحد مره بعضهم حنا قيا مدحينها جمهوريه سومنلان مدن موسى بيح عبدي ورنتي اود الصاره سيدي دايرتا قرنكو هنا الهيين نظامك الدولنيمو اين ولا قبسن الهيين وقابين تيجي هناك الدولنيمو ما دام يهين لفدا برت بريتو ودنك او هريسا سيلوسي فهمان وقابين تيجي هناك الدولسويه ان واحد مره صدحهم حنا قيا برسابك غوبلكا هوت oo maanta nagu sharafay qadadan lagu maamusaayo barsaab ku xigeen gobolka awdal oo maanta dhawid madaxweynuhu magacaabay xilka een waxan soo kalaan ka salaamaya wasiir ku xigeenka wasaaradda hawlaha gudduka ee guriyeynta xildhibaanada golaha goortida ko golaha deegaanka komishaneerada dhalinyarada wax garadka odayaasha ee qoyaanka iyo baawinta kala duwanba een waxan mar afraad soo dhaweynaya una ducaynaya barsaab ku xigeen gobolka awdal oon leeyahay ku soo dhow xilka iyo saxad siyaasada waxaan dardaaran siinayaa in madaxtinimadu iyo xilku uu culus yahay waana hawl badan yahay wax xasarad badan yahay u jajiid badan yahay u dhaleec badan yahay marka mid u dulqaata oo u dhug yeesho noqo oo adkaysi leh xadifad iyo cadanaha kula kici imaan leh shacabkaaga intaan dardaaran siinayaa Allah xilka ku fudayay loo duceynayaa Ilaahay xilka ku fudayay dhukiisa iyo dadkiisa aan facaala ka dhigo marka kowaad waxaan mahadnaqayaa Ilaahay oo ino suurtageliyay madashan quruxda badan leh inaan isugu imano mar labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ii gartay shaqada qaranka inaan qayb ka noqdo waxaan leeyahay madaxweyne wad mahadsan tahay waxa kale oo mahadnaqayaa wada saabka gobolka Hawd mudane Cele iyo Xuseen oo isku keenay madashan ballaaran gudoomiyaha aad baad u mahadsan tahay Maxamed Jiciir Axmed iyo Cabdi Natiib Dayib Cismaan TV qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.